اكتر حاجه في مدربين دول جداد، ممكن الفرصه لو هو اشتغل كويس على نفسه وقدر انه يلم نفسه بسرعه ويركز مع الجدول ده، مع المجموعه بتاعته، مع الموهبه اللي موجوده، ويشتغل شغل قوي، ممكن ينجح ويعمل حاجه. تمام. وممكن مدربين اول مره تشتغل زي كابتن طارق سليمان، الكابتن مسك المصرية اتصالات، الاتصالات، كابتن طارق سليمان ما اشتغلش في كابتن طارق الممتاز سليمان كان مدرب مع المصري كابتن حسام حسن، او الاتحاد مع كابتن، كان دايما في المدرب العام مع كابتن حسام مع حسن، مع كابتن حسام حسن. عشان دلوقتي راح يشتغل لوحده جديد، مدير فني. هو اشتغل قبل كده من زمان، لكن عشان يشتغل برضه محتاج الممتاز به له اللوغاريتمات خاصه، مش اي مدرب يقدر يحلها. بالظبط. لكن هو بقى وشطارته وايه وتركيزه بقى ودراسته لكل الفرق اللي معاه في المجموعه يقدر يعمل حاجه. كابتن شريف الخشاب هنقوله هو كان بعيد، بس بعيده مش قريب، لان هو بيحلل دوري القسم الثاني، حافظ المجموعات، يقدر يشتغل، ممكن يعمل حاجه مع المجد، خاصه انه جاب صفقات كويسه. طب جليده طبعا، يعني جورج جليده اللي هو المجري، يعني كان ده اللي ماسك سافر لافينا. صعب الاسيوطي موسم 2010 وسافر، وبعدين رجع تاني. بس انا اتوقع يعني معاه وائل حبيب زي هيثم شعبان كده، زي هيثم كان ده قالوا ان مستر وائل حبيب مشي مش ورجع ورجع تاني تاني، صح؟ بالظبط. تقدر تقول وائل حبيب زي نموذج بالظبط مستر معتز البطاوي. مع هيثم دايما يعني اما اتكلم على وائل حبيب قول يقدر يعمل اي حاجه. وائل حبيب مدير مع كرة عقليه مميز. محمود الاسيوطي، مستر محمود عقليه منظمه، بيفهم في الكوره كويس، بيقدر يتابع يباشر، تقدر تقول برضه دي تعوض غياب جليده لايه الفتره اللي فاتت. طبعا معانا كابتن علي عاشور، كيما اسوان، اما تتكلم عن علي عاشور علي مدرب عاشور تقيل، هايل هايل طبعا. تقيل له وزنه، قفل على نفسه كويس، يقدر يركز. كل الناس بتقول لك الفرق لا، الخطوره اللي انا شايفها في مجموعه الصعيد هتبقى طالعه من علي عاشور. طيب قول لي بقى قبل ما نشوف انتقالات اللاعبين والحاجات دي، تمام. الفرق القويه في كل مجموعه، امسك الصعيد كده قول لي. يعني عندك هتقدر تقول والصعيد وانت مغمض، هتقول مثلا لافينيا، هتقول كيما اسوان، هتقدر تحط معاهم تالت الجونه. الجون يعني المقاصه بقى نظرا للظروف اللي فات بيها صعب، ان في صعبه لعيبه كتيره مش بالظبط. ممكن الالومنيوم مع سعيد ابراهيم، الالومنيوم يعني سعيد ابراهيم والالومنيوم جهزوا فرق كويسه برضو وجابوا تعاقدات كويسه، يعني لافينا لافين وكيما اسوان وكيما اسوان والجونه والجونه الثالث والالومنيوم. والالومنيوم المنيا فين؟ والمنيا برضو مع وعلينا امير، عزمي. بس المنيا مشكله عندهم، وده هيعاني منها امير، امكانيات الماديه هناك قليله. فيها مشكله، وبيعاني مجلس ادارته. والاستاذ عطف عبد الجابر كان كلمني من 3 4 ايام بيعانوا ازمات ماديه، قال خلاص احنا الانديه الشعبيه خلاص